حلوة الابتسامة، حلوة ضحكة النصر، هي انتصرت على الجهل، على الظلام، على الروتين. طبعا دلوقتي غير من 8 سنين و9 سنين كان في مشاكل كتيرة، دلوقتي بنتكلم في عام متحدي الإعاقة. يسعدني واحنا بنقدم نجمة هذا العام اللي احنا نتحاور تليفونيا مع سيد وزير التعليم العالي الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار، اللي بقول له أهلا بيك. و أهلا بيكم. يمكن حضرتك تابعت القصة وكنت بكلم حضرتك تليفونيا وبترتبوا حاجة لمتحدي الإعاقة، القصة دي بالنسبة لكم إيه؟ وأنت مسؤول عن التعليم الجامعي، يعني عندكم آلاف بل مئات الألوف ولا عشرات الألوف مثل هذه النجمة وهذه قصص الكفاح يعني. خليني أقول لك الأول في البداية أحيي إسراء الجميلة اللي هي تحدت كل المواقف وتحدت الظروف وتحدت الإعاقة وحولت من الإعاقة إلى قوة وإلى تحدي. ودايما اللي بيحصل كده ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اذا كان بيحرم حد من حاجه فبيديله قدامها 50 حاجه، فالبنت دي تحدت النقص اللي عندها بقوه وايمان، ويمكن عدم قبولها في جامعه القاهره زي ما انا تابعت ده تحدي اكتر ودافع اكتر انها تصر وتتفوق، وفي الاخر هي اخرت بقت حقوق، يمكن لو كانت عايزه اداب ياباني حسب ما انا سمعتها، لكن صح. في النهاية هي بقت محامية كبيرة جدا، وده يعني من قدرها ومن من من كرم ربنا عليها. هي خدت ماجستير يعني وهتاخد دكتوراه كمان، يعني هي مكملة التعليم لغاية آخر حاجة في العلم يعني. هي ده التحدي وده القوة في اللي ربنا بيحطها علشان تقدر تتحدى العالم كله. ونعم. الدول بتقاس تقدمها بإزاي إنها بتقدر تحتوي وتقدر يندمج فيها كل ذوي الاحتياجات الخاصة اللي أنا بسميهم ذو القدرات الخاصة، لأن هم مش عندهم يعني حاجات ناقصاهم، بالعكس ده هم عندهم قدرات غير البشر كلهم. إحنا السنة دي وزي ما أنت قلت السيادة الرئيس لما عمل في عام 2018 إن هو يكون عام الإعاقة، إحنا الدستور بتاعنا كمان بينص على حقوق المعاقين وحقوق ذو القدرات الخاصة في المجتمع من ناحية التعليم ومن ناحية التوظيف من ناحيه الاندماجهم في كل حاجه في المجتمع. انا بعترف ان الجامعات المصريه عندها نقص شديد جدا في الامكانيات اللي بيها تتعامل مع كل انواع الاعاقات، لان انت عارف الاعاقات بتختلف اذا كانت سمعيه، اذا كانت بصريه، اذا كانت حركيه. احنا الحقيقه ما عندناش الاستعدادات اللي نقدر ان احنا نتعامل معاها كل القطاعات المختلفه من الاعاقات، ولكن اللي احنا بنقوله ان احنا السنه دي يعني في فبراير الجاي ده ان شاء الله الشهر القادم ان شاء الله منه وانا عن طريق حضرتك انا بدعو اسراء انها تكون معانا في هذا المؤتمر الدولي الكبير اللي هتنظمه جامعه المنيا تحت هذا المسمى، ان هو ازاي يبقى في دم لتحدي الاعاقه وذو القدرات الخاصه في التعليم الجامعي. حضرتك بتعمل دعوة لإسراء إنها تحضر وتعمل ورقة عمل تتناقش ونطلع بمكتسبات وإيه هي الآثار السلبية اللي شافتها، إزاي ممكن عليك حضرتك بتعمل لها دعوة كده دلوقتي؟ أنا عن طريق حضرتك بدعوها إنها مش بس تتناقش، لا هي هتقف على تقف تدي محاضرة لكل الحاضرين على تجربتها الشخصية وعلى إزاي إن إحنا نقدر إحنا طبعاً داعيين خبراء على مستوى العالم عشان تجيب خبرات الله تمام من اليونسكو ومن الفول برايت على مستوى العالم عاملين دعوات عشان يقولوا لنا ازاي بيقدروا يدمجوا كل التخصصات او كل ذوي الاحتياجات الخاصه داخل التخصصات المختلفه، وده هيبقى فرصه كويسه ان احنا نطلع بورقه عمل نقدر نطلع بتوصيات نستطيع ان احنا ندرب الناس بتوعنا علشان يتعاملوا مع الولاد دول، لان انت ممكن تقبلها في الكليه لكن هتقبلها وتخش حصه او تخش مدرج، المدرج نفسه مش مؤهل ان هو يعلم الولاد دول، يبقى انت ظلمتهم برضه وجبت لهم احباط. احنا عايزين احنا البنيه التحتيه بتاعتنا تبقى جاهزه للتعامل من اول ما يخش الجامعه، سواء بيتحرك على كرسي او سواء محتاج ان هو يتحرك بارشادات او بطرق معينه من الحركه يستطيع ان يصل بيها الى حصته والى المدرج بتاعه ويلاقي المعيد والمدرس والاستاذ اللي هو مؤهل ان هو يتعامل مع كل دول القدرات الخاصه. ده اللي ان شاء الله هنطلع منه من هذا المؤتمر اللي بدعو اسراء وهكلمك في التليفون تمام هدعوها تاريخ الثلاث تبقى معانا. انا بشكرك على هذه الدعوه الكريمه، بشكرك على هذا المؤتمر لان احنا فعلا محتاجين خطوات تنفيذيه عشان شبابنا يحس انه بياخد حقه،
شبابنا لو عنده مشكلة زي إسراء أو مثلا عنده إعاقة حركية محتاج دعم من الجامعة من وزارة التعليم العالي ممكن نعمله. كمان حضرتك ممكن نعمل دعوات لمؤسسات زي مصر الخير والأرمان، يحصل تعاون، دي بداية تعاون ما بين الجامعات ما بين وزارة التعليم العالي والمؤسسات الكبيرة، كمان تحيا مصر يقدم دعم لشبابنا اللي في التعليم العالي، محتاج الدعم، محتاج لمسة حنان عشان يكمل حلمه وكفاحه ونجاحه عشان يبقى مؤثر في المجتمع وناجح. مفيش كلام، احنا بالنسبه تمام. لنا دول ايقونه التحدي، فاحنا بالنسبه لنا لما يكونوا موجودين في وسط الجامعه بالعكس ده هم دول اللي هيدوا دفعه للاصحاء ان هم يعني صح يندمجوا داخل المجتمع، فاحنا اللي محتاجينهم اكتر ما هم محتاجين. انا بشكر حضرتك وبشكرك لحماسك، ومعلش انا مسهرك، انا عارف انت بتنام بدري، لكن بشكرك انك تفعلت وتقدر وتكرم متحدي الاعاقه في شخص اسراء. شكرا للسيد وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار.